لديه الأمن والأمان. هناك دول مواقفها حاسمة وحازمة من حقوق شعبنا الفلسطيني والانحياز للحق الفلسطيني، ومنها الجزائر بكل تأكيد، يمكن أن تقود توجها ومحورا على الصعيد الدبلوماسي، أنا أقول، وعلى الصعيد السياسي لفرض القضية الفلسطينية مرة أخرى في مجلس الأمن، وتأكيد الحقوق الفلسطينية في أبعادها الثلاث كما ذكرنا، بعدها الأرض، عودة اللاجئين وعدم تهجيرهم من أرضهم الحقيقية، وقف الاستيطان على أرض فلسطين، هذا الذي يعني انتشر كالسرطان في الضفة الغربية. الموقف الجزائري نحن عبرنا عنه مرارا وتكرارا بالإشادة والتثمين والتقدير وبالوضوح، لوضوحه حقيقة ولحسمه في الانحياز إلى الجانب الفلسطيني وفي حقه في المقاومة، وفي إتاحة المجال مثل هذه اللقاءات لفصائل المقاومة كلها يعني بدون أي تحيز يعني لأحد منها بأن تعبر عن وجهة النظر وأن تلتقي بالفعاليات السياسية. هذا حقيقة موقف متقدم تشكر عليه، وقلنا أنه مؤهل أكثر من غيره لقيادة يعني تحرك دبلوماسي كما ذكرنا.